مفيش ضروري ريكورد اكيد. بعرفش اذا انتبهتوا اني انا بعت لكم مسج امبارح اي ثينك بوست انه انا قاعده برفع لكم سيره الفيديوهات على اليوتيوب، بس طبعا لانها الفيديوهات ما بصير تكون عامه فبعملها انليستد. انليستد يعني انه بس اللي معاه الرابط بقدر ادخل عليها، فروابط كلياتها انا حاطه لكم اياها هون وين بالتيمز، هون بتلاقوها الروابط على اكسل فايل، عشان على طول تقدر لما تكبس عليه تقدر تفوت على الرابط مباشره. فهذا الاكسل فايل انا حصير اعدل عليه، يعني مثلا بعد محاضرتي اليوم ان شاء الله اليوم المساء برفعها على اليوتيوب بحط لكم اياها هون. والحلو يعني حاولت اعمل شغله انه كل محاضره حاطه لكم عنوانها، بحيث انه لو انت بدك تدور على المحاضره، يعني غير انه بس التاريخ، بدك تدور على المحاضره اللي درسنا فيها مثلا او اشتغلنا فيها على ورك شيت 2 بتروح عليها مباشره. اوكي، وهنا هي روابط فعالة، يعني خلاص بس تكبس عليها بيعطيك على نفسها. بس زي ما قلنا هاي قلت لكم ما عملته بابليك لأنه مش مخول إني أعمله بابليك، يعني هذا يعني هاي محاضرات لكم. تمام، سوري. ماشي شباب، تمام دكتور، تمام هيك. تمام، الله يرضى عنكم، إن شاء الله أول بأول بصير أنزل لكم إياهم. طيب، ولأنه في ناس حكوا لي إنه أسهل عليكم اليوتيوب من الدرايف، انك تعرض، وانا بحيك بحس كمان انك تعرض الفيديو على اليوتيوب، على اليوتيوب اسهل لك لما تعرضه على الدرايف، مرات الدرايف ما بيشغلك يا صح. طيب اليوم بدنا نحكي عن زي ما قلنا على كومن تول او كومن كنترول موجوده هون ضمن الكومن كنترولز اسمها التكست بوكس. التكست بوكس هي التول، هي عمل دراج دروب او دبل كليك على اساس احطها هون. التكست بوكس هي عباره عن الايتم الوحيد اللي في كل الايتمز اللي عندنا اللي بنستخدمها او نقدر يعني استخدمها عشان اخلي اليوزر يدخل لي داتا. تمام، هلا انا كيوزر بقدر ادخل داتا فيها، بكتب فيها زي ما بدي. تمام، فانت بتحط له التكست بوكس، بدك تدخل اسمه، رقم، الى اخره. بكل الأحوال هو بيدخل لك values اللي بدك إياها بtext box. ممكن التكست box يكون صغير زي ما أنتم شايفينه هيك، ممكن تخليه مثلا مساحته كبيرة، إذا مثلا إذا كان دكتور طبيب بده يحط say history تبعت المريض، فبدك تسمح له إنه يدخل حكي كتير. تمام، فهاي الأشياء كيف نعملها اليوم؟ ناخد هنركز اليوم على الخصائص، على خصائص وموجودة في التكست box مش موجودة بغيرها. يعني اوكي هنشوف خصائص زي التكست مثلا موجوده فيهم كلهم، لكن في عندنا والانيبلد موجوده فيهم كلهم، بس في خصائص مميزه لا التكست بوكس لن تجدها في اغلب في باقي الكنترولز الموجوده. فخلينا نبلش باهم خاصيه لانه هنا لها معنى اكثر من البتون، معنى اكثر من الليبل اند سو اون، اللي هي التكست. تمام، هلا احنا اتفقنا انه النيم خلاص هي اخذ اسمه تكست بوكس 1، حبيت تغيره زي ما اتفقنا بتغيره من هون من اول مره. هلا التكست بالعاده كان عباره عن ليبل او عباره عن كابشن او تايتل بيظهر عندنا سواء على الفورم سواء على البتون سواء بليبل، بس التكست عندي بالنسبه للتكست بوكس له اهميه اكبر. يعني انا هون لو كتبت بالتكست مثلا This is a default. تمام، مجرد ما انا كتبت بالتكست شوفوا وين ظهر عندي، صغير صح؟ انا اكبر لكم الخط، المحاضرات اللايف كنت متعوده دائما اكبر الخط للطلاب عشان يبين من بعيد، بس هون حسيت حتى ريزوليوشن لشاشتي انا مخلي الخط مبين صغير. طيب هيك احسن صح؟ هيك واضح؟ انا كبرت الفونت، كبرت الفونت على مستوى الفورم عشان اي شيء احطه يكون كبير. طيب فإذا هون إذا بتلاحظ شو عملت أنا؟ أنا عدلت على التكست للتكست بوكس. تمام؟ فالتكست كيف ظهر عندي؟ ظهر عندي كفاليو كداتا. هلا لما أعمل ران وتظهر هيك قدام اليوزر، اليوزر كان تشينج إت. يعني مثلا نفرض أنا طالبة منه يحط لي اسم، بروح بحط لي مثلا هي إيمان الناجي مثلا. تمام؟ فالتكست ليش بهمني؟ لأنه هو الفاليو اللي دخلها اليوزر، والتكست بهاي الحالة هو اللي حتعامل معه كتير بالرن تايم. لأن أنا مثلا بدي اليوزر يدخل لي على سبيل المثال أرقام بدي أجمعها،
فلما تدخلي الارقام بدي اخذ الرقم، فكيف انا بحصل على الرقم؟ عن طريق الـ property اللي هي text. تمام؟ واضح ليش مهم عندي هاي الـ property؟ هاي طبعا فعليا هي فهمتك الـ input. دكتورة. دكتورة نعم ممكن نسويها انه بعدين انه اول ما تطلع له بتكون رمادية، تمام، تمام بالرمادي يعني باللون الرمادي، بس لما يكتب هو مثلا تصير بالاسود بالاس ستيتمنت. يا هلا شوف كبروبرتي ما في، حسب ما انا معلوماتي ما في إشي بيعمل هيك كبروبرتي، بس انت بتقدر تعمل هيك باستخدام الايفنتس. يعني لما ناخد الماوس ايفنتس مثلا، تمام، يعني أيوة. ممكن انه اول باي ديفولت تخلي لونها رمادي، الخط رمادي، زي كيف لما تيجي انت مثلا بأي هذا ويب سايت مثلا بدك تدخل معلومات، بيجي بكون حاطط لك هيك انه جوا التكست بوكس مثلا انتر يور نيم مثلا، صح؟ بيكون يبين بهذا الشكل لليوزر وبيكون لونه رمادي، فاليوزر بس يدخل جوا ويحط اسمه بتغير، بصير خلص اكتف. تمام؟ وفعليا هذا الحكي كيف ممكن يصير؟ لما ناخذ الماوس ايفنتس ممكن بس لما تعمل كليك بالماوس تروح تغير اللون، لون الخط، خليه اسود. ايوه عرفت ايوه علي؟ فهمت عليك. هذا الحكي ان شاء الله بس ناخذ الماوس ايفنتس انت يعني بتقدر تبرمجه، بس كبروبرتي بتعمل هذا الحكي حسب معلوماتي ما في. اوكي؟ انا لو دورت ما بعرف ممكن تلاقي، ناخذ بروبرتيز كثير اليوم عن التكست بوكس، بس حسب معلوماتي ما مرت علي انه بروبرتي تعمل هذا الشيء، نتغير الفونت لحالها، لا لازم برمجيا نتغيره. طيب يبقى قلنا التكست كثير مهم، لسه حنتعامل معه بكثره في الاكسرسايز اللي جاي ورا هذا، يعني هذا اول صفحه عندنا بالورك شيت. هاي اول صفحه بس نحكي فيها عن البروبرتيز، بنشوف شو هم، لكن هون هنبلش نتعامل مع التكست اللي انا بخزنه جوا التكست بوكس، هتعامل معه، هعمل له كونكاتينيت، هتعامل معه، هعمل له كونفرت من تكست من سترينج الى نمبر مثلا هون عشان اقدر اجري عمليات الضرب والجمع الى اخره. هذا الحكي ان شاء الله حنحكي عنه مطولا، بس خلينا نركز هلا على البروبرتيز. سو اول بروبرتي حكينا عنها هي التكست، قلنا هي اهم شيء بالنسبه لي. طيب البروبرتيز اللي احنا اوريدي ماخذينها قبل هيك زي الفيزبل، فيزبل اكيد موجوده ما حشيت عليها، خلاص الفيزبل معناها ايش؟ لو كانت فولز بيختفي التكست بوكس كله. الانيبلد بس عشان تشوفوا تاثير الانيبلد على التكست بوكس، طبعا تكست بوكس اذا كان enabled له ترو، لاحظوا بقدر ادخل واعدل ما في مشكله، صح؟ لانه enabled، لاني بقدر اعمل عليه access. اوكي، لكن باللحظه اللي بقول له فيها بغير له enabled، هيها بعملها false، ما بيبين عندي هون، بس لما اعمل run شوفوا زي كيف لما كان يسكر البتن، نفس الفكره صار يسكر عندي التكست بوكس. فانا في مرات ممكن انه بعض التكست بوكسز اخليها disabled until انه مثلا اليوزر يعبي لي شغله ثانيه او يعمل شغله ثانيه او يكبس كبسه معينه، بروح بعمل له اياها activate وبغير الانيبلد بخليها ترو وبقدر يكتب فيه. بس طالما الانيبلد فولس معناها I can't access it. هاي شغله مهمه لان بدي افرق بين الانيبلد وبين شيء ثاني. تمام؟ هاي هيك مع الانيبلد فولس يعني انا ما بقدر اعملها access ابدا، لا بالماوس ولا بالكيبورد. طيب خلينا نشوف الإشي الثاني اللي حكيت عنه. لنفرض بدي أحط كمان تكست بوكس. هي كمان تكست بوكس، تمام؟ وبدي أكتب فيها تكست بوكس عشان التوضيح. هون. This is a read-only text. تمام؟ read only. read only في عندي انا على مستوى التكست بوكس، وهي من البروبرتيز اللي بتخص التكست بوكس فقط، اسمها read only، حرف ال R هيها. read only برضه بوليان، by default false. فلما انت تحكي read only وfalse شو تتوقع؟ انه التكست ليس للقراءة فقط. لما يكون false هي by default false، لأنه أي text box أنا بضيفه by default بدي أسمح لليوزر يكتب فيه. read only معناها للقراءة فقط. يعني أنا كيف لما تدخل أنت على تعمل installation لشغلة معينة ويعطيك اللايسنس، اللايسنس تقدر تعدل عليه؟
لا صح، لا بيكون موجود عندك في تكست بوكس كبير، هو فعليا بيكون تكست بوكس عاملينه كبير على قد الشاشة تقريبا، ولونه بيكون غريب. هلا بورجيكم كيف بيطلع لونه. تمام، وبسمح لك بس شغلة، بسمح لك انك تعمل كوبي اذا حبيت، مش تقدر، بتقدر تفوت عليه، تقدر تفوت على التكست تعمل كوبي، بس يو كانت ابديت ات، فهو بيكون ريد اونلي. يعني هي واحدة من استخدامات ريد اونلي. طيب خلينا نشوف لو عملته هذا، انا بدي افرق بين ريد اونلي وبين الانيبل. شباب تمام، الانيبلد باي ديفولت كانت ترو، ريد اونلي باي ديفولت فولس. هلا لما قلت له الانيبلد اعمل لي اياها فولس، سكر لي اياها تماما، ما بقدر اعمل انا اكسس ابدا بالماوس ولا بالكيبورد على التكست. ريد اونلي بعتها ترو. هلا شوفوا شكلها تغير، بس شوف شو هلا بالران شو حيبين معي بالران. هلا انت هيك ما تطلع حتحسهم اثنين بيشبهوا بعض، بس فعليا هاي disabled يعني ما بقدر افوت عليها بالماوس، هاي بقدر افوت عليها بالماوس، لكن هي بحاول اكتب ما بكتب لانه read only true قراءه فقط. طب شو بقدر اعمل؟ شو استفدت؟ شو الفرق؟ اني يعني بقدر زي ما بنعمل احنا مثلا باللايسنس، اذا حبيت تعملها كوبي يو كان كوبي ات. لو جيت هون عملت كوبي، هي بعمل انا كنترول سي، بروح على اي مكان بعمل له مثلا ايش في هون، باجي هون بعمل له كنترول في، هيو this is a read only text. تمام، اي مكان حبيت انك تنسخ هذا الحكي الموجود عندك هون تقدر تنسخه. تمام، هيك عملت له كوبي، وهون عملت له بيست على بينت، على هذا البرنامج، على الوايت بورد، على وورد دوكيومنت، شو ما بدك. تمام، فهاي الفرق الاساسي بين الانيبل وبين الريد اونلي، على اي اساس انا بحدد اي وحده بدي استخدم حسب الريكويرمنت لبرنامجك. والله انت بدك تحط داتا، طبعا ريد اونلي معناها اليوزر بدك يعدل عليها، فممكن تحط انت داتا معينه تسمح لليوزر انه يعملها كوبي، وممكن انه بدكش اياه لا يعمل كوبي ولا شيء ولا يدخل عليها اصلا، فبهي الحاله بتستخدم الانيبل. تمام، واضحه هاي الفكره؟ ضروري تفرقوا بين الانيبل وبين الريد اونلي. اوكي شباب، عندي سؤال لهون. هلا برضه من الشغلات اللي حكينا عنها، من البروبرتيز اللي حكينا عنها، اللي هي الفور كلر. هلا عندنا احنا الباك كلر والفور كلر. لو بدي اغير الباك كلر نفس مبدا لما كنت اغير على الفورم، الباك كلر مثلا هيو هذا اصلا ابيض، اصلا وايت الباك كلر له، بدي اخليه لون ثاني مثلا زي هيك، غيرت الباك جراوند. لكن لو بدي اغير الفور كلر من هون شو بغير بهي الحاله؟ الخط، هو الخط نفسه، يس لون الخط نفسه. يعني هو اصلا كان ويندو تكست ماخذ لون مش اسود، شكله اسود يعني درجات الاسود ماخذ، فنفرض دخلي احمر مثلا عشان يبين الفرق، فبقدر اغير له الفور كلر. يعني هاي نفسها البروبرتيز موجوده برضو بالتكست بوكس. طيب انا بدي اضيف هلا تكست بوكس جديد، لانه هذا بدي احكي عنه، يعني بدي احط او بدي استخدم فيه مجموعة من البروبرتيز المترابطة لها علاقة ببعض، يعني لو أنا اخترت واحدة منها بتأثر على غيرها. هنبدأ فيهم واحدة واحدة. هلا خلينا عندي هذا التكست بوكس، تمام؟ بدي أعمل run وبدي أدخل فيه داتا. بلشت أكتب مثلا this is a new course، تمام؟ course yes. بدي أعمل enter على أساس أنزل سطر جديد. يعني أنا بعمل enter، سامعين صوتها؟ بعمل انتر، مو راضي يعمل انتر، لازم اكمل على نفس السطر. تمام، فهون بهي الحاله هذا يعني معناها التكست بوكس هذا ما بيسمح لي ادخل اكثر من سطر. طب انا في مرات بحتاج انه اليوزر يدخل لي فقره، زي ما حكيت قبل شوي بده يدخل دكتور، يدخل هيستوري لمريض، بده مثلا استاذ بده يحط توصيه لطالب له، فبده يسمح له انه يدخل لي فقره كامله ويكون فيها انتر يعني عادي. فبهي الحاله في عندي property، تعال نشوفها مع بعض، اسمها multi line، حرف الام. طبعا multi line بايدي برضه هي true false، يعني اغلب هذول اللي بدنا نحكي عنهم اليوم ال properties boolean properties. طبعا multi line by default false، لما شفتوا لما عملت لها run، يعني multi line انت هيك بتخيل هل يسمح بعدد من الاسطر؟ لا false، لا يسمح بعدد من الاسطر اكثر من سطر، فباي default باخذها false. لو بدي اخليها ترو، بس قبل ما اخليها ترو ركزوا معي،
هلا لاحظوا هنا، هي انا عندي بتون مثلا، لما كنا نحط البتون شوفوا منظر ال، شوفوا منظر هدول المربعات، سوري شايفين المربعات الصغيرة هاي اللي حواليه، هاي بسموها هاندلرز. اوكي، هاي المربعات بتساعدك تكبر وتصغر بالحجم اللي بدك اياه، افقي عمودي شو بزاوية. بيسموها I think handlers، اظن شيء زي هاي. تمام، فهاي اوكي بتساعدك تكبر وتصغر زي ما بدك. بالبتون موجود عندي، تعال شوفوا هون بالتكست بوكس موجود عندي المربعات هاي كلها ولا بس يمين وشمال؟ بس يمين وشمال لأنه سطر واحد. أيوة. يس، لأنه سطر واحد باي ديفولت ما بيسمح لي إلا إني أكبره بشكل أفقي. طيب لما أحول المالتي لاين، هلا أنا واقفة عليه بدي أجي، بدي أكم تركزوا، بس أخلي المالتي لاين ترو شو حيصير عندي هون بالشكل؟ لروح المالتي لاين خليه ترو، شوف شو صار، صار عندي هون الأداء الهاندلرز هاي كلها بينت عندي، وبقدر أنا أكبر وأصغر زي ما بدي. ليه؟ لأنه هلا أنا صرت أسمح له إنه يدخل أكثر من سطر، سمحت له هلا يحط لي إنتر وينزل أسطر جديدة. تمام؟ فبقدر أكبر وأصغر، أنا المساحة اللي بدي إياها بدي أعطيها لليوزر يدخل فيها الداتا اللي بده إياها. تمام شباب؟ طبعاً أجين بما إنه صارت مالتي لاين، هلا السايز صارت مفعلة، فأنا بقدر أكبر الويدث والهايت زي ما بدي، لكن هون السايز ما حيسمح لي، خلص الهايت حيضل ثابت، طلعوا الهايت هون 38، هذا كمان الهايت برضو 38 حيضل ثابت، ما بتقدر تغير الهايت لإله، لكن هذا خلص لأنه صار مالتي لاين تقدر تغير زي ما بدك بحجمه. فخلينا نشوف هلا بالران، أبلش أكتب هون. تمام، فأنا كبرته كتير، طيب مش مشكلة، أبلش أكتب، خلصت السطر بقدر انزل سطر، هي انتر، يس يعني نزل سطر جديد، بلش ثاني and so on. اوكي، طيب لنفرض اني انا بدي اكمل لاخر السطر، يعني هلا لاحظتوا انه المالتي لاين اتفعلت، حلو، بدي اكمل، او قبل ما اكمل لاخر السطر خلينا ننزل اسطر ثانيه. لاحظوا هلا صرت كاتبه عدد من الاسطر يفوق مين، بدك تفعلي السكرول بار، ايوه يفوق حجم التكست بوكس، يس اللي هو حجمه خلينا نحكي بشكل عمودي بشكل راسي. تمام، فانا هون اوكي بقدر انا بالاسهم بقدر اتحرك بينهم، لكن مرات يعني حتكون صعبه، يمكن اليوزر ما بيعرف انه بقدر يتحرك بينهم بالاسهم. فالافضل كيوزر انترفيس، كيوزر فريندلي لوك، يعني منظر يفهمه اليوزر، انه يكون في سكرول بار. تمام، فعشان هيك انا بقول لكم هاي البروبرتيز مترابطه مع بعض، يعني انا ما في داعي افعل سكرول بار مثلا لما ما يكونش عندي مالتي لاين، لكن هلا بالمالتي لاين احتجت افعل سكرول بار. تعالوا نشوف كيف افعل السكرول بار. هي عندي هي بروبرتي اسمها سكرول بارز، طبعا سكرول بارز يعني معناها انا بقدر افعل افقي وورتيكال هوريزونتال، اظن يس فيرتيكال، اكزاكتلي فيرتيكال هوريزونتال. هلا حتقولي طب شو بدي بالهوريزونتال، انا هلا بنشوف شو بدي بالهوريزونتال، بس هلا مبدئيا خلينا نفعل. طبعا شو الخيارات؟ نون، انه ما في اصلا هو باي ديفولت نون، فانت شفتوا ما بين معي سكرول بارز. بقدر افعل هوريزونتال لحال، بقدر افعل بس الفيرتيكال، وبقدر افعل بوث. خلينا نحط بوث عشان ما نضلش اعدل عليه. تمام، طبعا شوفوا هون لما حطيت both by default حط لي هاي لانه multi line، فمتوقع اني انزل تحت، بس هو ما فعلني الهوريزونتال لسبب اخر هنشوفه كمان شوي. تمام، لانه في property لها علاقه بالهوريزونتال بطريقه او باخرى، هاي البروبرتي لساتها مش متفعله، عشان هيك هو افترض انه انا مش محتاج الهوريزونتال، وفعلا هلا حتشوفوا معي انه احنا مش بحاجه للهوريزونتال لحد الان، بس انا اصغرها عشان ما يكونش عندي حكي كتير، عشان يعني اكتب السطر بسرعه. خلينا نعمل رن ونشوف. هلا لاحظوا ببلش انزل سطور جديده. تمام، شوف هلا لحد الان الفيرتيكال سكرول بار لساتها ديمد، لساتها ان اكتف. ماشي، باللحظه اللي بعدي فيها شايفين عديت فيها اللي هو عدد الاسطر المتاحه الي او الظاهره لليوزر، فعل لي السكرول بار، فهلا بقدر انا اتنقل بالاسطر الموجوده في التكست بوكس براحتي. تمام،
بس انت حكيت both. Again انا حكيت لك both. اوكي في حال انا احتجت الهوريزونتال في حال احتجت الهوريزونتال حتظهر، بس انا لحد الان محتاج الهوريزونتال شيء؟ مش محتاجاها صح؟ لا اصل كتبتها صغيره. طب خلينا نجرب نكتب سطر شوي طويل بتفعل فورا. طب تعال تفرج معي راح يصير في بروبرتي لسه انا ما حكيتكمش عنها. وين وصلت؟ وصلت للاخر لسه؟ هلا وصلت للاخر. شو صار؟ لا والله ما تفعلت يا دكتوره. ايوه ما تفعلت. شو اللي عمله؟ راح نزل لك سطر جديد من غير انتر. انا مش قاعده بكبس انتر. اوكي انا مو قاعده بكبس انتر، لحاله قاعد بنزل. هنا في عندي خاصيه اسمها وورد راب اللي هي التفاف الكلمه. ما بعرف اذا اشتغلتوا على الاكسل. بالاكسل بالخلايا لما تكون حاطط انت خليه واحده حاطط فيها تكست كبير وبدكش الخليه تكون كبيره على قد التكست بشكل افقي، ففي في خاصيه او في كبسه بتكبسها بتقوله وورد راب، فبنزل لك اوكي يعني بخلي لك بكبل لك الخليه بشكل عمودي بحيث انها توسع التكست كاملا، فبتعمل رابينج التفاف. تمام التفاف للتكست بس توصل للنهايه للحد تعمل راب، ما تستناك تعمل انتر. انت هلا انا حبيت اعمل انتر هون مسموح، لكن بنهايه السطر ما عملت انتر هو لحاله بنزل لي سطر جديد. عشان هيك لما حطيت بوث ما فعل لي اصلا، ما بين لي اياها لا بالديزاين ولا هون اللي هي الهوريزونتال، لانه عارف انه خاصيه الوورد راب انا مو فعلها، او فعليا خاصيه الوورد راب انه يعمل لي رابينج هي موجوده، انا بدي اوقفها علشان يطلع لي الهوريزونتال. تمام هلا بنشوفها سوا. هلا الوورد راب هي عباره عن خاصيه برضه بروبرتي هي موجوده عندي بحرف W اسمها وورد راب. باي ديفولت اتس ترو. شو يعني ترو؟ يعني هو لحاله بلف لي السطر او بنزل سطر جديد لما اوصل الى حدود التكست بوكس. طب لو عملتها فولس، شوف مجرد ما عملتها فولس شو صار؟ شو اظهر عندي؟ اظهر عندي الهوريزونتال هيها لحالها بالديزاين. مجرد ما قلت له هاي فولس معناها انه هو مش هينزل سطر جديد الا بامر اليوزر. وكيف اليوزر بده يؤمر بهذا الشيء؟ عن طريق الانتر بس. فمعناها انه هلا حيسمح لليوزر انه يتعدى حدود التكست في الكتابه، الحدود الافقيه كمان. عشان هيك لما حطيت له الوورد راب فولس قال خلص ساعتها اليوزر ممكن يعدي الحد هذا، فاذا انا لازم افعل له السكرول بار الافقيه. تعالوا شوفوا هلا. هلا زي ما قلنا طالما انا مش بحاجه لا بشكل افقي ولا بشكل عمودي للسكرول بار حيضلهم دمت. باللحظه اللي بعدي فيها الحد العمودي هيتفعل عندي العمودي. اوكي هلا خليني اكمل السطر للاخر شوفوا شو حيصير. قبل شوي كان ينزل لحاله سطر جديد، لما قلت له الوورد راب خليها فولس يعني وورد راب يلف السطر او يلف الكلمات معي، قلت له فولس ما تلفها ما تخليها تنزل سطر جديد لحالها اوتوماتيكلي. شوف شو بصير هلا. شو صار؟ سمح لي اكمل وطلعت على حدود او الحجم الافقي للتكست بوكس، فعلشان يبين كل السطر راح فعل لي الهوريزونتال سكرول بار. باللحظه اللي بدي اخلص فيها بعمل انتر وبدخل سطر جديد وبكمل للاخر زي ما بدي بكتب. تمام؟ فهون الحلو في هذا التكست بوكس انه بيعطيك مجال انك تكتب الطريقه اللي بدك اياها، بس طبعا بدك تعرف شو البروبرتيز اللي بدك تعطيها لليوزر. حبيت انه يعدي التكست بوكس بتحط له الوورد راب فولز، حبيت انك تحصره بس في الحدود اللي قدامه وتخليه بس انه تفعل له بس الفيرتيكال بتخليه مالتي لاين، لكن الوورد راب تعمل هي تعمل له اياها ايش؟ تعمل له اياها ترو بحيث انه ينزل لحاله سطر جديد. تمام شباب؟ واضحه هاي الامور؟ يعني هنا في عندي هدول البروبرتيز الاساسيه اللي حكينا عنهم قبل هلا هي لها علاقه بالتكست بوكس وموجودين بالتكست بوكس مش موجودين بغيره. طبعا انسوا اللي حكيت له قبل، التكست والانيبلد والفيزبل يس موجودين في كل مكان، بس هدول بدنا نركز عليهم لانهم كثير مهمين للتكست بوكس اللي هم المالتي لاين. اوكي طبعا كلهم بوليان
مالتي لاين سكرول بارز والوورد راب. في غيرهم حكينا عنه؟ لا لا هدول ما عندي. صح طبعا اذا عندي مالتي لاين بقدر اعدل على هذا وبقدر اعدل على هذا. طبعا انا بقدر اعدل بكل الاحوال على سكرول بارز والوورد راب، بس ما بيكون لهم فعاليه الا لو المالتي لاين ترو، اذروايز ما لهم معنى. فهمت علي؟ يعني لو انا سامحه للتكست بوكس انه ياخذ اكثر من سطر، يس ساعتها لازم افعل السكرول بارز، وساعتها الوورد راب صفى له معنى اكثر. تمام، بس هم موجودين يعني تقدر تغير فيهم زي ما بدك. اوكي، بس فعليا هم هذول الثلاثه بروبرتيز لهم كثير علاقه ببعض. تمام، لما اعدل على المالتي لاين ممكن احتاج اعدل هذول التنتين حسب متطلبات اليوزر. لهون تمام شباب، واضحه الامور؟ انا لسه صوتي بوصلكم ولا لا؟ مرات بحس ان انا بلا دكتور. أنا معاكم لسه صح؟ طيب تمام. تمام دكتور. تمام الله يرضى عنكم. طيب خلينا نشوف شغلة برضو من البروبرتيز اللي بتهمني، وبروبرتيز بس على التكست بوكس. يعني لاحظت التكست بوكس له بروبرتيز خاصة فيه، لأنه هو مرة تانية برجع بحكي هو وسيلة الانبوت الوحيدة لليوزر، فأنا بدي أسهل على اليوزر عملية الانبوت. أوكي، فعشان هيك في خصائص معينة موجودة بالتكست بوكس دونا عن غيرها من الكنترولز. تعال نشوف هاي الخاصية. هلا مرات كثيرة انتو مثلا وين هذا هيو خلاص، انا هون اذا بتلاحظوا ما سكرته هاد سوري، حطيت انا لكل تكست بوكس يعني اشتغلت فيه بخصائص معينة عشان ما نلخبط، وما بدي اشطب اي خاصية او الغي اي خاصية، فبدي احط تكست بوكس جديد. لنفرض هذا التكست بوكس انا بدي احط جنبيه كلمة الليبل. احنا اتفقنا الليبل يستخدم عادة يا اما بطلع مسج لليوزر على الشاشة، يا اما يستخدم علشان اعبر عن اشي معين جنبه. فعادة لما استخدم التكست بوكسز للادخال بالعادة متعرف عليه انه بيكون جنب التكست بوكس في ليبل بيأشر لي او بيحكي لي شو نوع المعلومة اللي بدي ادخلها. فمثلا هون بدي اياه يدخل لي باسورد، اقول له دخل لي باسورد. اوكي run واجي ادخل باسورد. هل هيك بتدخل الباسورد بالعاده عندكم؟ هيك البيهيفير اللي انتم متعودين عليه؟ شباب؟ لا دكتوره لازم يكون انكريبتد. يس، يا ببين عندي رموز فعليا بدل الارقام. الارقام طبعا انا بخزن 1 2 3 4 وموجوده بالتكست، حنشوفها حبين لكم واثبت لكم انه الرقم موجود، لكن انا لازم في عندي خاصيه او فعليا خاصيتين هنحكي عنهم هلا. هذول الخاصيتين بتحكموا في الباسورد. تمام، خلينا نشوف كيف، او بخلينا بغير لي البيهيفير لا التكست بوكس بحيث انه يتلائم مع ادخال باسورد. الخاصيه الاولى اللي هي باسورد كار. باسورد كار تمام، من اسمها بما انه كار بتتخيل انها عباره عن ايش؟ ايش نوعها؟ ايش بتخيل يكون الداتا تايب تبعتها؟ كاركتر، يعني رمز واحد فقط. فهون بباسورد كار بيسمح لك تدخل الرمز اللي بدك اياه يظهر لليوزر بدل الارقام او بدل الباسورد. فلما اجي احط له هون مثلا نجمه وانتر، طبعا نجمه واحده، لو حطيت نجمتين او هيك عملت شوف شو حيعطيني. property value is not valid، القيمه اللي انت دخلتها هاي string مش character. الباسورد كار الداتا تايب هو معرف الداتا تايب تبعته character، فبياخذ بس character واحده. تمام، هلا انا حطيت له هاي معناها هاي الستار ستمثل كل character ثاني انت حتحطه في الباسورد. لما اعرفن شوفوا شو حيصير هلا، بدي أكتب أنا هلا حكتب 1 2 3 4 5 6 كيف بينوا عندي؟ نجوم. بينوا عندي نجوم زي ما أنا قلت له، قلت له أنا بدي الرموز اللي تظهر لليوزر تكون ستارز، فظهرت عندي لليوزر. طيب حبيت يكون شكل ثاني، حبيت يكون أنا البروجرام تبعي مميز، بديش يكون زي باقي البروجرامز، بدي أحط مثلا هاشتاج وأحط الكاركتر اللي بدي إياه. ران لاحظ again 1 2 3 4 5 6 طلع عندي as.
هاشتاج. طيب لنفرض بدي احط هلا هون بيسمح لي بكاركتر، شو مكان الثمانية كاركتر ولا لا؟ بيقدر ياخذها اذا كاركتر؟ كل شيء على الكيبورد طبعاً كاركتر. اي شيء على الكيبورد كاركتر، اي شيء موجود عندي بقدر اطبعه اذا كاركتر. فلاحظ هلا بدخل، مش هدخل رقم 8 بس هدخل 1 2 3 4 5 6 بين عندي كله هيك. طبعا مش منطق انك تحط اليوزر هيك حتفصمه يعني. اوكي دكتورة لازم تحطي نجمة واحدة احسن شيء يعني المتعارف عليها. هي النجمة المتعارف عليها اكثر شيء النجمة، وفي عندنا شيء ثاني هلا بورجيكم اياه، بس المتعارف عليه بالعادة هي النجوم. هيك الناس متعودين انه تظهر عنده نجوم بدل بس انا بدي احكي لكم انه يو كان يعني يوز اني سيمبل بدك اياه. اوكي بس طبعا بدك سيمبل ما يلخبط اليوزر، يعني انت انا دخلت من 1 ل 6 كيف طلعوا لي 8؟ لكن لما يطلع لي نجوم لا، هذا شيء هو متعود عليه في بكل الويندوز ابلكيشنز، بكل الويب ابلكيشنز، وحتى على الموبايل متعود لما يدخل باسورد ما يبين عنده غير نجوم، ما تبين الارقام نفسها. طيب اذا نرجع النجمه هون، بالنسبه ل قلنا الباسورد كار، هاي انا هنا عشان بحب اركز على الشغلات الخاصه بالتكست بوكس حكينا الباسورد كار، وقلنا هذا الداتا تايب له كاركتر. تمام الداتا تايب له كاركتر. طيب في عندي واحد ثاني اوكي بتعارض معه، يعني انا لو استخدمته في عندي بروبرتي ثانيه لو استخدمتها تلغي استخدام الباسورد. ايوه دكتوره هاي مثل العين، مثل العين اللي بالمواقع لما تحطي الماوس عليها بتبين الباسورد. لا هلا العين بالمواقع انتم بتكونوا تبرمجوا لي اياها. تمام حنشوف كيف. اوكي حطلبها منكم عشان المحاضره الجاي اشوف شو الكود، يعني من هون للمحاضره الجاي ليوم الاحد ابعثوا لي اياها على الشات، ورجوني الكود اللي كتبته، بس هلا حاحكيكم اياها باخر المحاضره. تمام يعني زي هوم ورك بسيط هو، بس عشان اشوف بدي اياكم تشتغلوا. دخل شغل الماوس ايفنتس، هي تبرمج الماوس انه اذا مشيت على يبين الباسورد مثلا. لا لا الماوس لا لا شيء اسهل، حاعطيكم شغله اسهل. يعني هي فعليا العين اللي بتبين بالمواقع هي عباره عن بتون، انت بتكبس عليه بس بتغير شكله. بيغمض وبفتح، هو بتون. فانا حطلبه منكم ببتون، بس هلا بورجيكم اياه باخر المحاضره. خليني اعطيكم بس النوع الثاني اللي هو او البروبرتي الثانيه اللي هي هاي يوز System password car، وطبعا هي by default false. لما تكون false بيعتمد على هاي، اذا هاي حطيت فيها password car حطيت فيها رمز خلاص بيعتمد على هذا الرمز اللي هو الستار. بس هاي use system password car، هلا ما بعرف اذا خايفة اعمل هون look out ما يبين معكم. لما تعمل look out مثلا او بدك تيجي تدخل بالويندوز بدك تدخل اليوزر نيم او تدخل الباسورد تبعك على الويندوز، هلا الويندوز ما بيبين عاده ستارز، او ممكن حسب السيتنجز تبعت الويندوز تبعتك في كاركتر معين ببين اللي هو عاده اي ثينك اللي هي الدوائر السوداء دائره. هلا بنكتشف انا عندي هذا شو اللي موجود عندي، انا ما بعرف صراحه هلا نشوفه مع بعض. بس السيستم مقصود فيه الاوبريتنج سيستم اللي انت بتشتغل عليه. تمام فلنفرض انا ايمان الاوبريتنج سيستم عندي دوائر، تمام، وانت اعطيتني ابلكيشن هذا الابلكيشن فيه باسورد، فانا متعوده دائما ان الباسورد لما ادخله بيطلع لي دوائر. في الابلكيشن انت بعثت لي اياه طلع لي ستارز، ممكن اذا انا مش كثير ضليعه باستخدام الكمبيوتر استغرب، انا متعوده على الباسورد انه كله دوائر، كيف هذا شو معنى هذا؟ ممكن اذا انا ما عنديش خبره باستخدام الكمبيوتر. فبحكي لك انه هنا انت فيك مثلا لليوزر حسب كل يوزر انت بدك تقول للابلكيشن هذا او لهذا التكست بوكس اعتمد السيمبل اللي معتمده الويندوز تبعت اليوزر. تمام هلا انت ممكن هذا السيمبل انت يو كان تشينج ات اي ثينك، لو رحت على السيتنجز تبعت الويندوز تبعتك بالكنترول بانل اظن في مكان معين، بس انا عمري ما جربت بصراحه، بس اي ثينك انه في مكان معين تقدر تغير فيه السيمبل اللي بيطلع معك. فهون انت بتقول لهذا التكست بوكس ما تحط لي كاركتر، انا بدي الستار هاي او لا، حتى هاي لو تركتها فاضيه ما بيفرق معي، بس انا بدي اخليها لانه بدي اقول لك انه هاد اوفررايدز هاي، هذا البروبرتي لو عملتها ترو اوكي تلغي الستار. طب خلينا نشوف كيف. هلا خلينا نعمل ترو، هيعتمد هلا على الباسورد تبعت السيستم، الكاركتر تبعت السيستم تبعي. خلينا اتاكد شو هو. شايفين دوائر طلع عندي انا كمان، مع اني انا حطاله ستار بالباسورد كار،
بس هو معتمد عليها. طالما هاي البروبرتي اللي هي يوز سيستم باسورد كار وهي ترو فولس، طالما صارت ترو بده يعتمد على البروبرتي او يعتمد على الكاركتر اللي موجود عندي في الويندوز سيتنجز، ما له علاقه باللي انت حطيت له اياه. واضح شباب؟ واضحه هاي القصه؟ دكتوره تمام. طيب لما لو رجعت لها هاي عملتها فولس مره ثانيه حيرجع لي الستارز هاي، ولو شلت الستار تماما هاي جيت مع باسورد كار شلت الستار عملتها ديليت، شو حيرجع يعمل لي هون؟ حيحط لي الباسورد طبيعي من غير مشاكل. اوكي فانا بس عشان يضل عندكم بدي ارجع هون ستار اجين عشان تكونوا عارفين احنا عدلنا عليه. طيب هلا المطلوب منكم ان هون لا يوم الاحد تبعثوا لي اياه از كود، ما بيهمنيش ما تبعث لي كل البرنامج، يعني بتجيب تكست بوكس عندك اوكي، بتعمل برنامج عندك او بروجكت عندك، بتجيب التكست بوكس وبتحط لي البتون، هذا البتون بتسميه طبعا انت باي ديفولت الباسورد او انه هذا التكست بوكس بيقبل باسورد او ببين عندك او بظهر عندك كباسورد، فهنا بدك تحط لي شيء اسمه شو باسورد. تمام. هلا هاي البتون انتم بدكم تفعلوا لي اياها بحيث انه لما يجي اليوزر يدخل 1 2 3 4 5 6 وات ايفر، دخل لي باسورد بين عندي ك ايش كستارز. بس قبل ما اكمل احط بتون ثاني بس عشان انتوا تتاكدوا انه الرقم موجود. تمام. ان هذا مثلا بدي اكتب هون شيء ثاني لي، هذا هل انا بدي افعله هلا. اوكي بدي اسميه مثلا display message. اوكي بدي اطلع مسج معينه، هاي المسج بدها تعرض لي الباسورد. اوكي شباب انا بس عشان بدي اورجيكم انه الباسورد حتى لو بين ستارز الرقم اللي دخل اليوزر موجود. تعالوا شوف كيف. هلا برجع لهاي، هاي خلوها لبعدين، هاي انتم احتملوها. دكتورة هاي المسج شو بدك منها؟ بدي لما اكبس عليها يعطيني مسج تحتوي على الباسورد الحقيقي اللي دخله اليوزر. عشان بدي احكي لكم حتورجيه بقى، يعني حيرجع الباسورد. الشو باسورد ما هي حتشتغل بطريقة ثانية، انا بس بدي اورجيكم انه الرقم مخزن، انه انا لما ادخل من 1 لـ 6 وبين لليوزر انه ستارز هو بس ببين كبيهيفير، لكن فعليا المخزن عندي في التكست بوكس هو الارقام اللي دخلتها. الشو باسورد بدها تشتغل على نفس التكست بوكس شباب، هلا برجع بحكي لكم عنها بس هي عبقري اورجيكم اياها. display message تمام، ايش رقم ايش اسم التكست بوكس عندي؟ هذا تكست بوكس 4 صار. فهون انا بدي اطلع مسج، متذكرين المسج كيف كنا نكتبها؟ مسج بوكس صح؟ دوت شو اخذناها المره اللي فاتت، طلعنا مسج وكنا نحط هون string، متذكرين شباب؟ شباب وصبايا متذكرين؟ دكتوره يس، كنا نحط هنا string. هلا بس عشان برضه بدنا نثبت شغله انه التكست تبعت التكست بوكس برضه هي string، فانا هون بدل ما احط له string بين double quotation بقدر ابعث له اي variable او اي شغله او اي object او اي property سوري نوعها string. انا بهاي الحاله بدي اقول له text box 4، هي بختار الاوبجكت اللي بدي اياه هو 4 اللي هو انا هلا شيكت عليه اللي هو بدي اخليه password. طبعا لو حطيت لسه الخط احمر ليه؟ لانه التكست بوكس 4 هو اوبجكت مش سترينج، شو بده ياخذ سترينج. هاي انا بحب الاخطاء هاي نغلطها مع بعض عشان ما ترجع تغلطوها ثاني. لو كتبت انا التكست بوكس 4 لحالها، التكست بوكس 4 لحالها اذا اوبجكت، ما بيحوله مباشره لسترينج، ما بيقدر يغير لي اياه. هاي شايفين شو مكتوب هون؟ بحكي لك هون بده ياخذ سترينج. يس علشان انت تبعت له string بدك تبعت له property اللي هي text المخزنة، التكست اللي خزنه اليوزر، الأرقام أو الأحرف اللي دخلها اليوزر في التكست بوكس. هي قبلها ليه؟ لأنه هاي property is a string، لكن لو حطيت text box 4 لحاله this is an object ما بيقدر يحوله لstring مباشرة. فنعمل run شوفوا هلأ. أنا هلأ هذا التكست بوكس
بتعامل معه as a password. فبدخل هاي دخلت 1 2 3 4 5 6. جيت على display message، أنا بس عشان بدي أقولكم إنه الموجود فعلياً في property text مش النجوم، الموجود في property text هيو display message هيهم من 1 ل 6 الأرقام اللي أنا دخلتها. أوكي؟ بس هي عشان هاي أنا ليش بحب أعمل هذه الحركة؟ عشان أثبت لكم بشكل مرئي إنه هذا هاي النجوم بس behavior، بس شكل، بس منظر، لكن المخزن فعلياً في التكست هو هذا. بدي أحط إشي تاني اللي هي أوكي كوارتي، هاي الموجودة في الأحرف اللي جنب بعض بأول سطر من الأحرف. تمام؟ display message هي طلع لي إياهم أوكي بهذا الشكل، ببين اليوزر بس إنه نجوم. طيب قبل ما أنهي المحاضرة شو بدنا هون؟ آه تفضل احكي يا نصر. صح، انت بدك الكود تبع شو باسورد؟ انا هلا يعني فيني اعطيك اياه، ابعث لك اياه. طيب ابعث لي اياه الخاص. الخاص طيب ماشي تمام. هلا انا بدي اياكم تفعلوا لي شو باسورد. اه بس ركز معي يا نصر لانه مرات الطلاب بخلطوا بشغله. هلا انا بدي اياك تعمل لي فيه طريقتين تقدر تعمل فيه شو باسورد. هلا شو باسورد هو انا بدي اياه هذه البيهيفير اللي حكى عنه زميلكم قبل شوي، اللي هي العين اللي بتفتح وبتسكر. فلما انت العين تكون مسكره وتكبس عليها تفتح العين، صح؟ فبهاي الحالة النجوم هاي بتروح بنفس البوكس، تختفي النجوم وبظهر الباسورد الحقيقي اللي دخله اليوزر. أنا هذا اللي بدي أعمله. هلا في طلاب شو بيعملوا؟ بيجوا على الشو باسورد وبيستخدموا اللي هي اللي هي البروبرتي الثانية، مش باسورد كارد، بيستخدموا اللي هي يوز سيستم باسورد كارد. هلا هاي ممكن تستخدمها. هاي ايش هاي اصلا؟ هي عباره عن بوليان، فلو كانت ترو معناها حيطلع لي البيهيفير حيكون ايش؟ حيكون دوائر. لو قلبتها انت بالكود عملتها فولس حتشتغل زي ما انت بدك. تمام؟ هاي جربوها لكم انتم، يعني حاول خليها ترو وعلى كبسه الشو باسورد اقلبها فولس عشان كمان من التدريب. بس مش هذا الاشي بدي اياه، يعني هذا عملوه لكم ورجوني اياه لكم صح ولا لا، عشان تشوف انه انت بتقدر تغير هاي البروبرتي ات ران تايم، تحولها من ترو الى فولس فبظهر عندك الباسورد. اوكي بس انا اللي بدي اياه مو هذا، انا اللي بدي اياه بدي تعتمد على الباسورد كار اللي هي هاي مش يوز سيستم باسورد كار. يعني انا بدي تيجي على هذه التكست بوكس وتخلي اليوز سيستم باسورد كار فولس، وبدي انا هذا النجمه تغيرها بطريقه ما، يعني هذا البروبرتي بدك تغير فيه، بدك تلعب فيه بحيث لو كبست على شو باسورد كار يبطل البيهيفير له از ا باسورد ويعطيني الشكل الاصلي. كيف ممكن اغير عليه؟ طبعا هذا الحكي انا بحكيه اوكي يعني مفروض من خبرتكم السابقه في اساسيات 1 و2 وفي الاوبجكت اورينتد تقدر تساعدني فيه، يعني هي assignment statement بسيطة، بس الفكرة كيف بقدر أنا أعدل عليه. وزي ما قلت أنا اللي بدي إياه اللي مطلوب من بالواجب إنك تشتغل على الباسورد كار وليس اليوز سيستم باسورد كار. اليوز سيستم باسورد كار حبيت تشتغل عليه تورجيني أحكي لك صح أو غلط ما عندي مشكلة، بس كواجب بدي تشتغل على الباسورد كار. تمام؟ دكتورة واضح شو العمل؟ تفضل وابعتوا لي شباب. هلا مش أنتوا هتيجي تفعل هون شو باسورد كار، ابعت لي بس هاد، يعني اكتب لي الشيء اللي بدك اياه هون اعمل لي كوبي وابعث لي اياه على بس هذا هيك، ابعث لي اياه كوبي وسريع اعمله كوبي وابعث لي اياه على الشات وانا بحكي لك صح ولا لا مباشره وبحط عندي انك انت سلمته. تفضل مين بيحكي؟ خلاص السؤال انت بدك تسال كيف انا بعته؟ يعني انه برنامج ولا كود؟ لا بس الكود هو الكود فعليا حيكون سطر، يعني فاعمل لي كوبي بيست اند ذاتس ات على الشات هون على التيمز، عشان بخاف لو بعثت لي على الماسنجر، يعني اي حد فيكم بعث لي على الماسنجر بخاف، يعني انت توصلني كثير رسائل على الماسنجر اكثر فبخاف ما انتبه لكم، بس على التيمز بضلني ارجع، يعني اي رساله بشوفها وعلى طول بحط عندي اني انه وصلتني وبرد عليك يعني مباشره. تمام اوكي شباب. طيب حدا عنده أي سؤال لهون؟ إحنا على فكرة هيك خلصنا هذا الجزء، ضل عندي بس property واحدة، هاي property تشمل text box والothers يعني والbuttons
واي اي كنترول اي كان اكسس ات وذ ذا ماوس اور وذ ذا كيبورد. فهذه البروبرتي حنبدا فيها ان شاء الله المره الجاي نحكي عنها بدايه المحاضره، بعدين على طول نبدا بالاكسرسايز هذا، نبلش هلا نعمل كودينج اكثر على التكست بوكسز. تفضل دكتوره، بعثت لك يا تشوفي لي يا. يلا هلا بشوفه دقيقه بس خلينا اخذ حضور وغياب عشان خلصت المحاضره، خلي الطلاب يتسهلوا بلاش اخر حدا. تمام اوكي اوكي شباب، هيك احنا انهينا، فاللي حابب يتسهل بيقدر يطلع. يعطيكم العافيه.